السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعي تبعات قناة حراء التعليمية مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الشرح. لو عجبك الفيديو لايك شير، ولو أول مرة تتابعنا سبسكرايب وفعل الجرس ليصلك كل جديد. ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ رياض الاطفال المستوى الاول كي جي 1 الترم الثاني نافذه اللغه العربيه. عاملين ايه يا اصحابي؟ النهارده هناخد حروف جديده، حرف جديد. تعالوا نشوفوا ايه الحرف اللي عندنا النهارده. عندنا حرف ازاي، هيا نتعلم باللعب. البرج بتاعنا اللي احنا متعودين عليه، اللي احنا بنطلع فيه مع القطه. يلا بينا نشوفوا قطتنا النهارده جايبه لنا اسئله ايه. هتلعب معانا؟ هل تستطيع الوصول الى اعلى دور في البرج؟ هيا نجرب. يلا بينا نبتدي مع بعض الفيديو بتاعنا. زي ما احنا متعودين يا صحابي ان احنا دايما نبتدي باسئله ايه؟ مراجعه. يلا بينا نشوف اسئله المراجعه بتاعتنا جايبه لنا ايه النهارده. يلا نشوف اول سؤال. احذف حروف وابحث عن الكلمة ثم اكتبها. واحنا عارفين السؤال طبعا بتاعنا دوت سهل جدا. بيبقى جايب لي صورة وجايب لي حروف كتير قوي، عايزني احذف بس الحروف بتاعتها اللي مش موجودة. يعني دي صورة ايه؟ جرس. طب انا عندي حرف الجيم والراء والسين واللام والميم. طب يلا بينا نشوف ايه هي الحروف اللي احنا مش عايزينها. سامعاك وانتوا بتجاوبوا معايا. حرف اللام وحرف الميم. هيبقى عندي بقى اول حرف عندي حرف الجيم، جيم جرس. بعد كده الراء، جا 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 را را س. بعد كده حرف السين يبقى كلمه جرس. يلا بينا نشوف الصوره الثانيه. دي صوره ايه ديت؟ برج. برج جايب لي حروف نون دال باء راء جيم. صورة البرج دي فيها حرف الباء وفيها الراء وفيها الجيم. يبقى ايه الحروف اللي انا مش عايزاها؟ النون والدال. شاطرة، برافو عليكي. اهي يبقى كلمة برج باء راء جيم برج. يلا بينا نشوف السؤال التاني بتاعنا. سل الصورة بالحرف المناسب. جايب لي حروف وصور وعايزني اوصلها. اول حرف ده حرف ايه؟ الجيم. وتاني حرف حرف ايه؟ الميم. طب اول صورة عندي صورة ملعب، وتاني صورة صورة جمل. طب احنا خدنا مين هم اصحاب حرف الجيم؟ جمل. شاطرة، برافو عليك. يبقى جيم جمل، ميم ملعب، ميم ملعب، جيم. حلوها يلا قبلنا. سامعاكم حلته صح ولا لا؟ سامعاكم وانتوا بتجاوبوا معايا. شاطرين، الشمس بتاعتنا هي بتعمل لنا باي باي. النهارده جايه معانا ميس زينه عشان خاطر تقول لنا قصه جديده. الحرف بتاعنا هتروح المكتبه وتطلع كتاب عشان خاطر تقرا لنا منه القصه بتاعتنا. تعالوا يلا بينا نقراها مع ميس زينه. ذهب زيد وزينب ورامز وزينة في رحلة، وشاهد فيها زهورا جميلة وأشجار الزيتون. قال زيد، هل نحصل على الزيت من هذا الزيتون الأخضر؟ أجابت زينب، نعم يا زيد. أخدتوا بالكم من حاجة يا أصحابي؟ أيوة، زيد، زينب، رامز، زينة، زهور، زيتون، زيد. برافو، اتكرر بقى عندنا حاجة ايه؟ بنطقها كل شوية. حرف ازاي. حرف ازاي، برافو عليكم اطفالي. يلا بينا نشوف حرف ازاي. قبل ما نشوف حرف ازاي بتاعتنا يا اصحابي، يلا بينا نقول الحروف بتاعتنا. يلا. الف باء تاء سي جيم حاء خاء دال زال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. شاطرين، سقفوا نفسكم سقفه كبيره.
يلا بينا نشوف بقى حرف الزاي بتاعنا اهو. مش زينة كتبته لنا على السبورة. الله، وزي ما احنا شايفين مش زينة كتبت لنا حرف الزاي على ايه؟ على السبورة. يلا بينا نشوف حرف الزاي بالاتجاهات بتاعته زي ما احنا متعودين. زي ما شايفين السهم عامل لنا كده حرف الزاي بيتكتب ازاي؟ لو عندنا سطر يا صحابي بنكتبه ايه؟ سنة فوق السطر وبينزل ايه؟ متزحلق. يتزحلق. ماشي. عندي بقى ايه؟ اشكال الحرف. واتفقنا ان اشكال الحرف ده ان كل حرف ليه شكل ايه مختلف، زي بالظبط ما شكلنا مختلفين عن بعض الحرف ليه برضو كده، اول الكلمه ووسط الكلمه واخر الكلمه. تعالوا نشوفوا بقى مع بعض كده ايه حرف الالف ايه اول الكلمه. مادد ايده يمسك حرف. مادد ايده يمسك حرف. مادد ايده يمسك حرف. خلي بالك يا صاحبتي ان ازاي ده من الحروف الايه؟ الرفاصة او النافرة. ان ازاي ده من الحروف الايه؟ الرفاصة. يعني هيمسك في اللي بعده؟ لا. مش هيمسك في اللي ايه؟ عشان هو كمان في اول الكلمة احنا قلنا مادد ايده يمسك حرف، هو ما ينفعش ان هو يمد ايده اصلا. ولا يمسك في اللي قبليه ولا يمسك في اللي بعديه. عشان هو اصلا حروف من الحروف النافرة وجاي في اول الحرف، واحنا قلنا ان الحروف النافرة ما بتمسكش حد ايه؟ بعدها. انا عندي زي اهي في اول الحرف زي زرافه مش ماسكه في حرف الراء، لان الراء اصلا كمان يا صحابي من الحروف الايه؟ النافره. النافره برضو مش ماسكه في الالف عشان برضو هي من الحروف النافره. يلا بينا نشوف في وسط الكلمه حرف ازاي ماسك في اللي قبليه ومش بيزق اللي ايه في اللي بعديه. برافو. لان هو اصلا احنا متفقين ان هو من الحروف الايه؟ زي كلمه ايه؟ جزر. ماسكه في الجيم لكن ماسكه في الراء. لا لا لا، مش هتمسك، هي اصلا من الحروف النافره ما بتمسكش في اللي بعدها. والراء امسك من في اللي إيه؟ قبلي وازوق اللي بعدي. برافو. يلا بينا نشوف، هو جايب لي اهي الحروف النافره عندي اهي. غني لي الاغنيه بتاعتها يلا. يا حروف يا شقيه مالك كده انانيه، اللي يجي بعديكي مالوش دعوة بيكي، واللي يجي قبليكي يجري ويمسك فيكي. يعني اللي هيجي قبليك هيمسك فيه، واللي هيجي بعديه مش هيمسك فيه عشان هو من الحروف الايه؟ النافرة. يلا بينا نقولوها مع بعض. الالف والدال والزال والراء والزاي والواو. سامعاكم وانتوا بتغنوا. شاطرين يا صحابي. في وسط الكلمة لو جاء قبليه حرف من الحروف النافرة وبعديه برضو من الحروف النافره، برضو مش هيمسك في ايه؟ في اللي بعديه. هيمسك في اللي قبليه برضو؟ لا، لان هو في وسط الكلمه هيبقى قبليه حرف نافر. انا عندي الالف ده من الحروف النافره ولا مش من الحروف النافره؟ من الحروف النافره. يبقى مسك فيه حرف ازاي؟ لا، ما ينفعش. عشان هو بيزق ايه اللي بعده؟ كلمه ايه ديت؟ ازرق. اللون اللي قدامنا لون ايه ده؟ ازرق. لون ازرق. في اخر الكلمه يا صحابي اهو لو مسك الايه اللي قبله. شايفين ايه ده؟ صوره ايدي. عارفين ايدي؟ خبز. بص ماسك في حرف الباء، لان الباء اصلا مش من حروف الايه؟ النافره. فمسكته وهو كده ولا كده اصلا في الاخر، فمفيش حاجه هتيجي ايه بعدي كلمه خبز. عندي الحروف النافره تاني، الالف والدال والزال والراء والزاي والواو. وانت يا صاحبتي اصلا غنيتي لي الاغنيه بتاعتها الحلوه قوي. بزق اللي ايه اللي بعدي وبمسك في اللي ايه في اللي قبلي. يلا بينا لو جه في وسط في اخر الكلمه وقبليه حرف من الحروف النافره زي كلمه ايه؟ ارز. شايفين مش هيمسك في الراء عشان الراء من الحروف النافره. ماشي يا صحابي. يلا بينا بقى ايه نشوف ايه اللي بيجي بعديه. سامعاكوا الحركات القصيرة. ايه هي يا صحابي؟ فتحة كسرة ضمة سكون. والسيكون ما بتجيش في الاول ابدا. عندي ده فصل ايه دوت؟ احنا متفقين ان احنا عندنا اربع فصول بناخد علينا بناخد معاهم الايه؟ الحركات القصيرة بتاعتنا. في السين اربع فصول كلنا مع بعض نقول صيف ربيع شتاء خريف. في الصيف بقى الدنيا يا صحابي بتبقى حر قوي 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 قوي، فانت بتلبس ايه؟ قبعه فوق دماغك، صح كده؟ فازاي لبس القبعه بتاعته وهي الايه؟ الفتحه. هي الايه؟ الفتحه. طب غنى وقال ايه بقى؟ قولي. قال ايه؟ زي. قال ايه؟ زي. برافو. يلا بينا نشوف. زال
زي فتح ايه؟ زي كلمة اجي ايه؟ الله صورة زرافة. أوه. فتحت بقي وقلت زرافة. زي زرافة. زي زرافة. وده ايه ده؟ زيتون. اتبقنا في القصة ان كان في زيتون ولا لا؟ ايوه كان في زيتون اللي احنا بنصنع منه اللي بنصنع منه الايه؟ الزيت اللي هو زيت الزيتون. عندي بقى تاني فصل من فصول السنة، فصل ايه دوت اللي بتبقى ساقعه وبتشتي؟ فصل الايه؟ الشتاء. عارف ازاي ده يا صحابي؟ طلع يجري يجري يلعب مع صحابه، راح متزحلق وقع اتكسرت رجليه، والفتحه اللي فوق نزلت تحت رجله، اسمها ايه؟ زي. زي. الكسره فين؟ تحت الحرف. الكسره فين؟ تحت الحرف. شاطره، برافو عليكي. يلا بينا نشوف كلمات ازاي كسره. صوره ايه ديت يا صاحبتي؟ زير. انا عارفه دوت بنشرب منه الميه. ايوه اللي بنحط فينه ايه؟ الميه. زير اسمه ايه؟ زير. تالت فصل من فصول السنه، فصل الايه؟ الخريف. الخريف. ده بيبقى بقى هوا جامد قوي قوي قوي، والهوا بيعمل فيه ايه؟ بيعمل فيه ايه؟ فراح جاي حرف ازاي مغني وراح قايل لنا ايه؟ زو. قال ايه؟ زو. قال زو. قال ايه؟ زو. كلمات حرف ازاي؟ ضمه. ايه ده؟ الله، دي زهور. ضميت بقى وقلت ايه؟ زهور. زي ضمه زهور. وزبد. دي زبد. زي ضمه زبد. زبد. ومعايا اخر فصل من فصول السنه يا صحابي، فصل الربيع، فصل السكون والهدوء. الجو جميل فيه وبحب اتفرج وانا قاعده ساكته، عشان كده نطت السكون هي اللي تلعب معايا، عشان هو اصلا فصل السكون والهدوء. طب بصي يا صاحبتي، هي السكون دي ينفع تقف لوحدها؟ لا ما ينفعش، لازم يجي قبلها حرف قوي عشان يسندها، عشان هي اصلا الحركه بتاعتها ضعيفه فبتخلي الحرف ضعيف جدا. ما ينفعش تقف لوحدها، لازم حرف يجي وراها. اقول ايه؟ از. هقول ايه؟ از. هيجي ايه؟ أز. الحرف يقف قدامها يبقى اسمه ايه؟ أز. أز. زي كلمة أزرق. أزرق. شفتوا وقفت عليها ازاي؟ قبلها قبلها حرف يسندها عشان ينفعش تقف لوحدها. أيوة حرف الألف. طب الألف كان عليه حركة؟ لا. الألف عليه فتحة. ايوه صح، شاطر، عليه فتحة علشان لازم يبقى عليه حركة قوية عشان تسند الحركة الضعيفة. ما ينفعش اصلا السكون تقف في الاول ابدا عشان هي حركة ايه؟ ضعيفة. وبصوا انا وقفت على الحرف وسكنت وقلت ايه؟ أزرق. أزرق. القطة بتاعتنا جاية تلعب معانا، فأول سؤال ليها وأول درجة تطلع عليها في البر. يلا بينا نشوف جايبنا سؤال ايه. اكتب الحرف الناقص. جايب لي صورة شمس وجايب لي الحروف بتاعتها بس ناقصة حرف. اوعي تجاوبيه. لا مش هجاوب، هم اصحاب الشطار هيجاوبوها. يلا وبعتولي الاجابة بتاعتكم، ارسل الاجابة الصحيحة. يلا تدريبات. تدريبات بقى اسئلة. يلا بينا نلعب مع بعض وانا سامعاكم وانتوا بتجاوبوا معايا. ضع دائره موضع الحرف في الكلمه. ده حرف ايه يا حبيبي؟ ازاي اللي احنا لسه واخدينه؟ طب ودي صوره ايه؟ خبز. خبز. تعالوا بقى نشوف فين بقى حرف ازاي. خو. حرف الخاء في الاول. ب ب ب ب ز في الاخر خالص. يبقى حرف ازاي واقف فين؟ في الاخر. وده حرف ايه ده؟ جيم. ودي صوره جبن. عايز حرف الجيم موجود فين؟ طب جو 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 جو. في الاول. في الاول. نطقته في الاول، يبقى الدائره في الاول. ودي كده ده حرف ايه دوت؟ سين. ودي صوره ايه؟ جسر. جس. تعالى نشوف كده. جس. يبقى في النص. في وسط الكلمه. وسط الكلمه. شاطرين يا صحابي. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. دي طلعت القطه، ودي تاني سؤال وتاني درجه تلعب معانا القطه فيها. يلا شوف السؤال. اكتب الحرف الناقص. صوره ايه دي يا حبايبي؟ خبز. واللي جايب لي الحروف بتاعتها بس ناقصها حرف. انت بقى شاطر بقى تعرف الحرف ايه وتبعت لنا الاجابه بتاعتك. ارسل الاجابه الصحيحه. صل الصوره بالحرف المناسب.
جايب لي حروف زي الفتحة وزي كسرة وزي ضمة وزي سكون. يلا نقرأهم. زي فتحة زي كسرة زي ضمة زي سكون أز. ويلا بينا نشوف الصور بتاعتنا. صورة ايه ده؟ أزرق زبادي زير زبد. زي فتحة زبادي زي فتحة زبادي. طب زي كسرة بقى ايه؟ زير. شطرة، برافو عليكي، سمعاكو. زي ضمة زبد. احنا خدناها بقى، المفروض انتوا تجاوبوا معايا. زي سكون ازرق. شاطرين يا صحابي، سقفوا لنفسكم سقفة كبيرة. ودي اخر بقى ايه سؤال في القطه بتاعتنا الشقيه اللي بتلعب معانا. يلا بينا. اكتب الحرف الناقص. صوره ايه بقى يا حبايبي؟ جزر. جزر. عايزين بقى ايه؟ نعرف الحرف الناقص بتاع صوره ايه؟ جزر. يلا اعرفوا، يلا وبعتوا لنا الاجابه. ارسل الاجابه الصحيحه. ومعانا اخر سؤال. سؤال ايه؟ اكتشف. يلا بينا نشوف اكتشف اللي احنا بنحبه دايما وبنلعب بالاسئله بتاعته. جايب لنا ايه النهارده؟ اختر الظل المناسب. يعني جايب لي صورة وجايب لي ظلها وعايزني احط عليه ايه؟ دايرة. دي صورة ايه دي؟ زرافة. زرافة. حرف ازاي؟ طب يلا بنشوف الصور. ده ايه ده؟ ده حصان. حصان. الظل بتاع الحصان. وده الظل بتاع الفيل. ايوة. ودي ظل الزرافة. يبقى هو ده ظل الزرافة. وعندي ده ظل الاسد. اكيد مش هو. ده ظل الايه؟ الزرافة. هو بيسقف لكم، هو بيقول لكم برافو ايه؟ عليكم. وهنا يا صحابي نكون وصلنا لغاية نهاية الفيديو بتاعنا، وان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم وتكونوا استفدتوا مننا ان شاء الله. باي 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 يا صحابي.